الله يستمر الحرب الكريم مشاهدينا الاعزاء. واللقاء يتجدد بحضراتكم مع هذه الانطلاقات الصباحية التي تأتي بانطلاقة سنة الإذاعة مع انطلاقة هجنة أبناء القبائل المنطلقة بصباح هذا اليوم مع سنة الإبداع ضمن شارة الاتحاد والديوان الثامن في سلسلة سباقات هذا الموسم التي بدأت منذ بداية الموسم لتستمر حتى نهاية الموسم. شوطنا السابع خصص للقعدان الإذاعة المحليات الأصايل 6 كيلومترات هي الرحلة الكافية والمرضية لجميع الأخوة المشاركين مباشرة على الصدارة مباشرة مع الشامي وسهيل بن سالم بن سعيد الأخيل يأتي على صدارة المسار ويقدم لنا انطلاقة الشامي. بينما المركز الثاني شوف القادم في هذه اللحظات والمتقدم الشارد عيسى بن سالم بن محمد الدرعي مع الشارد على مستوى المركز هنا ايضا الثاني. بينما المركز الثالث شوف القدوم مع كفو وحمد بن سالم الغبشي المحرمي ياتي مع كفو على مستوى المركز الرابع والثالث المركز الرابع شوف الوصول مع الذهب ومسعود المهير بالسائق المزروع يقدم الذهب مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس هذا الأسد وحمد بن سهيل بن حمرور العامري يقدم الأسد في هذه اللحظات مرزام عمير بن سيب بن معضد المشغوني مع مرزام مع المركز هنا أيضا السادس. بينما المركز السابع أجد الوصول في هذه اللحظات مع مريع يقدم لنا مريع محمد بن عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري ياتي في هذه اللحظات ويقدم لنا انطلاقة مريع مع المركز السابع. بينما المركز الثامن مبشر وترشوم بن خالد بن خليفة هنا ايضا المهيري ياتي مع مبشر مع المركز الثامن. بينما المركز التاسع الحضور في هذه اللحظات والانضمام في هذا المسار من خلال تواجد مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام محبي هذه الرياضة الوصول في هذه اللحظات من خلال تواجد مشاكل ومحمد بن سالم بن عيد المهيري يقدم مشاكل مع المركز التاسع. أما المركز العاشر هذا المتدخل في هذه اللحظات والمنضم في هذا المسار المستمر ألا وهو سلاب وسعيد بن محمد حمد السالمين هنا أيضا المري ولكن الدخول في هذه اللحظات مع المارد وخالد بن علي بن عقيدان الوهيبي يقدم لنا انطلاقة المارد مع المركز العاشر. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة التي تنطلق في هذا المسار التي تندفع بالإبداع والتحدي والإثارة. انتصفت المسافة 3 كيلومترات قضيناها تبقى مثلها 3 كيلومترات والبداية مع الشامي سهيل بن سالم بن سعيد الخيلي ياتي على بداية المسار يقدم الشامي على مقدمة الإبداع. بينما المركز الثاني هذا الشارد وعيسى بن سالم بن محمد الدرعي ياتي مع الشارد. المركز الثالث وصل بن عاضد مع مريع ومحمد بن عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري خذ المركز الثالث. المركز الرابع هذا المتقدم في هذه اللحظات والمنضم كفو حمد بن سالم بالغبش المحرمي ياتي ويتقدم في هذا المسار ويقدم شعاره بن عقيدان بدأ يوصل في هذه اللحظات مع المارد وخالد بن علي بن عقيدان الوهيبي ياتي في هذه اللحظات ابو علي يقدم المارد في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقات المستمرة. بينما المركز هنا ايضا الخامس من القادم في هذه اللحظات او السادس عفوا هذا مبشر بدأ يوصل في هذه اللحظات ترشوب بن راشد بن خليفة المهيري بن سالمين المري
الله يتقدم في هذه اللحظات مع سلاب سعيد بن محمد بن حمد بن سالمين المري. ايضا الوصول من شعار غزلان ياتي مع شاهين علي بن حاضر بن فارس المزروعي يقدم شعاره في هذه اللحظات. ايضا التقدم في هذا المسار المستمر من خلال تواجد هنا ايضا وحضور هملول يتقدم في هذا المسار. مسلم بن محمد بن صقوح العامري بدا يوصل في هذه اللحظات. اقتربت الاسماء اقتربت الشعارات ولكن وين البداية؟ وين مقدمة الشوط؟ مقدمة الانطلاق؟ مقدمة الابداع؟ هذا هو الشامي ياتي على الصدارة ياتي على بداية المسار. يقدم الشامي سهيل بن سالم بن سعيد الأخيلي على صدارة المسار على صدارة الابداع على صدارة هذا الشوط. تحرك بن عاضد ليبقي السلامات على أرضية هذا الميدان. يتقدم بن عاضد مع مريع محمد بن عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري المركز الثالث مبشر يقدمه في هذه اللحظات. ترشوب بن راشد بن خليفة المهيري المركز الرابع. بن صقوح بدأ يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الرابع. المركز الخامس بن سالمين المري. المركز السادس حضور مع مناور وعلي بن هلال بن محمد النعيمي. ولكن بن عاضد روح مع البداية روح مع الرقص روح مع الإبداع. مريع على الصدارة على البداية ياتي على صدارة المسار. بن عاضد حرك روح مع الأمتار الأخيرة. بن صقوح قادم مع المركز الثاني ولكن مريع على بداية المسار. يقدم في هذه اللحظات محمد بن عتيق بن عبيد بن عادد المهيري ياتي على الصدارة ياتي على بداية المسار. ليبدع هذه النوعية اللي تحدك على المطاريش إن شاموا أهل السبق تشوم يا بن عاض تشوم بهذه النوعية شوم بهذه السلالة القوية بهذه السلالة المحلية. الله من المحبين والعاشقين والمتيمين للسلالة المحلية. شكرا يا بن عاضد كل الشكر والتقدير هنا أيضا لمالك هذا الشعار محمد بن عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري. المركز الثاني وعد بن صقوح مع هملول مسلم بن محمد بن صقوح العامري. ثالثا كان الوصول مع مبشر قدم مبشر في هذه اللحظات. تشوم بن راهب خليفة بن عاضد المهيري. والمركز الرابع كان الوصول مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام من خلال تواجد هنا أيضا ووصول مع المركز الرابع من خلال تواجد هنا ايضا منور وعلي بن هلال بن حمد بن عبد الله النعيمي اذا صح هذا التعبير. خذ المركز الرابع. المركز الخامس نحيله الى اعضاء خط النهايه. التوقيت الزمني 9:22. تهانينا والناموس لمالك مريح هنا ايضا محمد بن عتيق بن عبيد بن عاضد المهيري.